ينضم إلينا دكتور زكي لبابيدي، سياسي وعضو المجلس السوري الأمريكي، يحدثنا من فرنسا. مرحبا بك معنا دكتور زكي. كيف تقرأ حادثة الانفجار التي وقعت في حمص وأدت لإصابة 9 أشخاص بعد ساعات من الهجوم على الكلية الحربية؟ نعم، جريمة نكراء تضاف إلى جرائم سفاح سوريا. سفاح سوريا لن يتوقف عن قتل السوريين بكل الأشكال وبكل الألوان، 12 سنة ولا يزال، وهلأ عم تساعده إيران. الهجومين لا يمكن بمدينة وسط سوريا بكل الحواجز للنظام وبكل أجهزته الأمنية وبكل الدفاعات الجوية إنه توصل هالطائرات هاي وتقتل ناس أبرياء باحتفال. لو كانت فعلا أي جهة تانية منفذة للهجوم كانت بتنفذ الهجوم قبل 40-45 دقيقة وبتقتل وزير الدفاع. من تقصد دكتور زكي؟ لو سمحت لي، عندما نتحدث عن الأبرياء من تقصد بالضبط؟ الأبرياء المدنيين اللي كانوا بالكلية الحربية، الناس اللي بالتأكيد. نعم دكتور زكي، كيف تستفيد إيران كما تحدثت من مثل هذه العملية؟ تستفيد إيران بمعاودة ضرب المدنيين بشمال سوريا، مثل ما فورا بلشوا بضرب المدنيين. عملية أخي كلها، لأنه نظام الأسد لا يمكن، هذا سفاح سوريا لا يمكن أن يدوم ولا أسبوع شهر بسلام، لأنه ما عنده شيء أدنه للبلد. بينما يصرف المليارات أولاده بأوروبا وبغيرها، الشعب السوري والموظف السوري لا يكاد يكفي اشتبعه يومين لأكل وشرب له ولولاده. السوريين لا يمكن أن تنطلي عليهم هاي الحيلة هاي والجرائم البشعة اللي عم ترتكبها إيران والنظام. لا يمكن الفصل أخي بين الخطاب اللي ألقاه سفاح لبنان نصر الله قبل بيوم وحرض اللبنانيين على السوريين، وتاني يوم بتصير هاي العملية وبنفس اليوم ببلش القتل بالمدنيين، وتشارك فيه الطائرات الروسية. الكيل طفح بسوريا، السوريين كلهم من الساحل إلى دير الزور إلى السويداء لازم يكونوا هالشي. هذا لا يمكن أنه يصير أي شيء جيد بسوريا بدون انتقال سياسي. روسيا لازم توقف الضرب، وإذا ما وقفت أي سوري يتعامل مع الروس بهالوقت فهو خائن لشعبه ولوطنه. لا مفاوضات ولا غيرها، لا يمكن أن تتفاوض مع عدو وهو عم يقصف ويقتل شعبك. مفاوضات بتصير وقت بصير وقف إطلاق، بصير محادثات، بصير اتفاق، بس وهو عم يقتل ولا يزال ويقصف المدنيين ويخرب البيوت، وفي ناس لا تزال تفاوض الروس. شكرا، لا يمكن. شكرا جزيلا لك دكتور زكي لبابيدي، سياسي وعضو المجلس السوري الأمريكي، حدثتنا من فرنسا.